عالاهلي وبمراته هيقول لك وسع الارض وكفايه عالاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول الصد الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشق عمر الاهلي في كل زمان نادي الشياطين الحب الاهلي كيان ومكان بالقلب وعشق عمر الاهلي في كل زمان نادي الشياطين الحب شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. ايه اليوم الحلو ده، القمه حمراء بثنائيه الاهلي يفوز على الزمالك في قمه الشباب مواليد 2006 في بطوله الجمهوريه، يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي في الشوط الاول في الدقيقه السادسه من الشوط الاول اللاعب المتالق حسام عادل، ويتعادل الزمالك في الدقيقه 20 عن طريق اللاعب عبد الحليم أحمد، وفي الدقيقة 74 كان للاعب حسام عادل رأي آخر يضيف الهدف الثاني له وهدف الفوز للنادي الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 وتصبح القمة حمراء. ألف مليون مبروك لفريق مواليد 2006، أدوا مباراة أكثر من رائعة يستحق فيها الفوز النادي الأهلي. برحب بضيوفي الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. كابتن حشيش ألف مليون مبروك. مبروك مباراة طبعاً. رايحة جاية كانت طبعاً. الأفضلية للنادي الأهلي، بنقول لفريق النادي الأهلي ألف مبروك، كانت مباراة رائعة. ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي، والولاد عملوا ماتش كويس، والشوط الثاني طبعا تغييرات زي ما احنا قلنا فرقت طبعا في نص الملعب وزودت القدرة الهجومية. نادي الزمالك طبعا كان بيبادل النادي الاهلي الهجمات، ودي حلاوة المباراة انها كانت من الطرفين الحقيقة، مش وان سايد جيم. في فرص ضاعت كتير برضو خلت ادت للماتش حلاوة. حسام طبعا عادل هدفين، واحد شوط الاولاني واحد شوط التاني، الشوط الاولاني بشماله والتاني بيمينه. ضيعوا طبعا الزمالك ضربة جزاء في الشوط الثاني هنتكلم برضو عليها، زي ما بيقولوا الحظ في الثواني الاخيره ادى للمجتهد ادى للافضل. الكره طوعت النادي الاهلي وكانت ركله الجزاء الزمالك خارج خارج المرمى. حي دي بقى دي بالتوفيق وعدم التوفيق طبعا حي. لان ضربات الجزاء طبعا 50-50، فيعني حظ طبعا النادي الزمالك عدم التوفيق في الكره دي، انما غالبيه الماتش والفرص الضائعه كانت طبعا في اتجاه النادي الاهلي، وخصوصا طبعا الشوط الثاني. عمر كمال جون مميز بتاع النادي الاهلي وانقذ فرصه كبيره للنادي الزمالك في الدقيقه 81. طبعا التغييره هنتكلم عليها برضو بعد كده اسامه، اما احمد بقى يتكلم عشان نتكلم هنتكلم طبعا عن التغييرات كلها طبعاً. مبروك يا دكتور احمد، زي ما قلت ما بين الشوطين التغييرات اللي انت كنت تفضل انها تكون موجوده من بدايه المباراه اجراها الكابتن سيد غريب تغيرت معاها نتيجه المباراه في الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. في البدايه الف مبروك للنادي الاهلي الفوز النهارده، وتتواصل العقده الحمراء، اربع انتصارات في شهر واحد في قطاع الناشئين من النادي الاهلي لنادي الزمالك. اول حاجه يوم 27 اكتوبر نادي الاهلي كسب مواليد 2007 2-1. ايوه. مواليد 2005 يوم 19 نوفمبر النادي الاهلي كسب نادي الزمالك 1-0. تمام. يوم 22 نوفمبر مواليد 2001 النادي الاهلي كسب 2-1. النهارده 5 ديسمبر النادي الاهلي بيكسب نادي الزمالك في 2006 2-1، يبقى كده اربع انتصارات تتواصل العقده الحمراء، اربع انتصارات للنادي الاهلي في فرق قطاعات الناشئين. على يعني النادي الاهلي بيفوز بجميع فرق قطاع الناشئين على نادي الزمالك. احنا كده لسنا 2003 لما يلعبوا بقى. ان شاء الله. طبعا زي ما حضرتك قلت التغييرات فرقت، احنا اتكلمنا في الشوط الاول ان الشوط الاول طبعا كان في بعض يعني عدم التمركز التوظيف الجيد للعيبه وخصوصا يوسف اسلام. يوسف اسلام وجوده كمساك جنب احمد عبدين
في بداية المباراة. وانت بتتكلم يا دكتور احمد، ده معانا ملخص يعني لقطات المباراة وافضل فرص النادي الاهلي وايضا كمان لقطات نادي الزمالك. اتفضل. وجود يوسف اسلام جنب احمد عبدين كمساك قلل من قدرات يوسف اسلام وقلل، وفي نفس الوقت اخذ مننا وسط الملعب كتير. صحيح. لما بدا يحصل التغيير بنزول مازن احمد مكان يوسف محمود الجندي اللي هو في وسط الملعب وترحيل يوسف اسلام في وسط الملعب اللي هو مكانه الاصلي، بدانا نشوف شكل للنادي الاهلي. ولو جبنا الجون الثاني هنلاقي مين اللي صنعه، اللي صنعه يوسف اسلام اللي هو كان في بدايه الماتش كان بيلعب مساك. لما نشوف الجون الثاني هنلاقي لا ده يوسف اسلام بدا يزيد وبدا لانه كورته حلوه، لعيب كورته حلوه وقدر ان هو يعمل تمريره طوليه كويسه لحسام عادل. دي التغييره الاولانيه. التغييره الثانيه فارس احمد، ولما كان محمد رضا كان غير موفق في الشوط الاول ونزول كباك ليفت فارس احمد كنوع من التنشيط. ادي الجون اهو، جون نرجع. حلو استلام حسام عادل، يعني استلام حلو قوي. بس مين اللي عامله من ورا؟ مين اللي منطلق بالكوره؟ ارجع يوسف اسلام. هنا بقى ارجع بس حته الانطلاقه بالكوره من ورا من عند يوسف اسلام. هتلاقي هاي يوسف اسلام هنا لما زاد جنب ابراهيم عادل اداك زياده في وسط الملعب وقدر يعمل لك عمليه الاختراق بقى في وسط الملعب. لعيب كويس ولعيب مميز وكورته حلوه. انا لما زودته لقدام طلعته لقدام قدرت استغل قدرات يوسف اسلام في وسط الملعب عكس وجوده كمساك تاني جنب احمد عبدين في الشوط الاول. الاستلام بقى لازم اقف عند الاستلام حسام طبعًا. عادل كابتن حشيش استلام هو اللي سهل طبعًا. الهدف هو طبعًا. اللي فتح زاويه ان انا اقدر اركنها على شمال حارس المرمى، هدف من الاهداف الحلوه. الاستلام والدوران أيوة. هو 50% من الهدف. وبعدين بص كمان على الزاويه البعيده الفاضيه حطها، يعني جون الحقيقه جميل. بياكد قدرته طبعا على التهديف. الشوط الاولاني كمان جايب جون روعه برضو وسع لنفسه حطها بالشمال. يعني هو هداف بالفطره يعني. دكتور طيب نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نستكمل التحليل الفني لقمة الأهلي والزمالك اللي بنبارك فيها للنادي الأهلي بعد الفاصل التحليل الفني. أهلا بحضراتكم من جديد. نروح لأهداف فوز الأهلي النهاردة ونحللها مع ضيوفي الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت. كابتن حشيش، الهدف الأول مجهود فردي، هدف رائع للاعب حسام عادل. زي ما قلنا طبعا كان أثناء ضغط نادي الزمالك على النادي الأهلي في نص الملعب، كرة متشتتة من المدافعين بتوصل لحسام هو والمساك. طبعا استغل عنصر السرعة والقوة، حط المدافع ظهره وبص على الجون وهو خارج، يعني اتقند وقفها وبص وحطها لحظه ما الجون متقدم. يعني لا يوصل انا حارس مرمى لا لا خالص طبعا، صعبه جدا قريبه قوي طبعا، والكره تحت رجل حسام كمان حتى مفيش فرصه انه يقدر يطلع يعني يقابل. طيب نشوف مع بعض ده الهدف الاول، هدف النادي الاهلي في الدقيقه السادسه من عمر اللقاء وبدايه الشوط الاول. ده هدف الزمالك يا دكتور احمد، دي كانت الخطا اللي موجود في الشوط الاول، الثغره الموجوده اللي كان بيلعب يوسف اسلام جنب احمد عبدين، قدر نادي الزمالك يعملوا التمريره الطوليه في ظهرهم، ما كانش في ضغط برده من وسط الملعب بشكل كويس، اتلعبت في المساحه اللي في ظهر يوسف اسلام قدر يستغلها، الحارس طبعا طلع انقذها، وبعد كده برده ما كانش في حد ماسك اللعيب اللي سجل الهدف. زي ما يكون الكابتن سيد غريب سمعنا بين الشوطين ولما وظبط الحته دي، لازم نظبط الحته دي ان اسلام يوسف نزل فارس احمد يطلع في نص الملعب وننزل فارس احمد وظبطت الحته دي صح. قدر من خلالها ان هو يظبط ما بين الشوطين. هي كانت باينه يا كابتن اسامه يعني اكتر من هجمه خطر فعلا من الحته دي. يعني ناحيه اليمين هي اللي كانت مشكله. عجبني برضو لعيبه النادي الاهلي الهدوء الثقه برغم تعادل نادي الزمالك، لكن اللعيبه فضلت محتفظه برضو بهدوءها في الملعب، التمريرات القصيره الضغط صحيح. كان ممكن النادي الاهلي يزيد من الاهداف. حسام عادل يا كابتن اسامه مهاجم كويس جدا جدا جدا، حسام عادل مهاجم النادي الاهلي بصراحه هو النهارده اللي كسب النادي الاهلي مع الحارس عمر كامل، بس حسام عادل تحديدا استلامته للكوره تحت ضغط بيستلم صحيح. بشكل ممتاز جدا في الكره الاولى بشراسه الهدف الاول هو عايز نشوف هدف فوز النادي الاهلي عن طريق اللاعب ايضا اللي بيضيف الثنائيه لنفسه النهارده، وهدف فوز النادي الاهلي اللاعب حسام عادل هدف من الاهداف الحلوه والاهداف الملعوبه. هنا يوسف اسلام اهو. اتفضل يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت. يوسف اسلام طبعا بعد تغيير مركزه وطلع حته القدامانيه في نص الملعب تخطى واخترق من اثنين من نص الملعب وبصاها لحسام، استلمها صح واللف والدوران وراح باصص على طبعا الزاويه البعيده حطها، نموذج الحقيقه الهدف يعني الاهداف. بيغير اتجاهاته يا كابتن محمد حلو قوي قوي، بيعجبني بيستلم الكره تحت ضغط بشكل كويس، مقاتل مزبوط. بيلعب بروح وتغيير الاتجاه بتاعه جسمه
هو اللي رقص بيه المدافع. عايز بس زاويه التسديد. عايز بس اسامه يتكلم مع ابراهيم اخوه شويه. يعني ابراهيم يلعب الكره اسرع بيحتفظ بيها كتير وبيرقص. ابراهيم ما لعبش غير الحصان في المباراه بالظبط. كل كره في المباراه اول ما ابراهيم يستلم تلاقي بص على كده بس كده. انت عندك في قطاع الناشئين مهاجمين كويسين كتير. عندك حسام عادل، عندك زعلوك في 2005، عندك في 2003 برضو اخو حمدي اسمه احمد حمدي او محمد حمدي مهاجم كويس. عندك في 2001 علي عمرو فالمهاجم. عندك تاحه في 2007 هايل فرود هايل. ودي الحقيقه كانت مشكله قله المهاجمين المميزين فعلا في القطاعات عموما في مصر. يعني واحد برضو من نجوم المباراه النهارده عمر كامل رغم تغييره في الـ في الـ في, في الثواني الاخيره ونزول الحارس البديل مصطفى فتحي مصطفى فتحي لكن عمر كامل قدم مباراه كبيره طبعا. كان يعني من احد نجوم المباراه طبعا. انقذ كور صعبه وخطيره جدا. انا طبعا مش لاقي مبرر لتغييره عشان ضربه الجزاء، وان كان حتى الجون الاحتياطي متميز في ضربات الجزاء متميز، بس يعني ما ينفعش ينزل على ضربه الجزاء على طول ما لمس الكره. وبعدين المفروض ان الجون كمان عمر فايق في الماتش وباين ان هو كويس ومتالق ومستواه عالي فكان استفاد منه بالتكمله بكده. والحمد لله في الحالتين الكره كده كده طلعت في فوق خالص يعني. تمام. علشان وقت حلقتنا وقت الاستوديو التحليل خلاص اوشك على الانتهاء. كابتن حشيش، سؤالنا المعتاد دايما في الاستوديو التحليلي، من رجل المباراه؟ بلا شك حسام عادل. حسام عادل مهاجم النادي الاهلي. تحركات نموذجيه في الشوط الاول والشوط الثاني 90 دقيقه بيتحرك، عمل مجهود كبير جدا جدا، احرز هدفين ملعوبين فاديله نجم المباراه. النهارده اخترت واحد بس. واحد بس كفايه. طيب كويس. دكتور احمد. حسام عادل طبعا واحد من المهاجمين الواعدين وهداف الدوري السنه اللي فاتت ب 18 جون، السنه دي برضه بيواصل التالق، استلامته للكره تحت ضغط شرس، عنده روح الاهلي، مقاتل، هداف، مكسب كبير للنادي الاهلي بصراحه. وانا اتفق معاكم النهارده حسام عادل رجل المباراه، وكعادتي انا بقى اللي ماسك استوديو التحليل بضيف واحد تاني عمر كامل. صحيح. عمر كامل برضه النهارده ادى مباراه كبيره وادى مباراه رائعه، حارس مرمى النادي الاهلي. بنقول الف مليون مبروك لفريق النادي الاهلي النهارده، فوز مستحق، فوز مستحق لفريق مواليد 2006. والحمد لله النهارده يوم بيجمع بين الاهلي والزمالك. ابتدينا النهارده مع فريق 2006 اللي فاز بثنائيه على نادي الزمالك. بعد قليل هتكون مباراه الذهاب في الدور التمهيدي لدوري الكره الطائره سيدات، والساعه 8 هتكون مباراه في كره اليد في الدوري بين الاهلي والزمالك. النهارده بقول لكل متابعي وعشاق النادي الاهلي خليكم مع قناة النادي الأهلي. بعد قليل هيكون معانا الكابتن هيثم السعيد، وهيكون أيضا في تغطية لمباراة الذهاب في الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة سيدات. كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا. شكرا يا بس، ومبروك مبروك يا أحمد. دكتور أحمد شرفتنا ونورتنا. ده نور حضرتك، وألف مبروك للنادي الأهلي وعقبال باقي الألعاب إن شاء الله. طيب نروح